وتبين أنه هذا شخص يدعم الاحتلال الإسرائيلي من خلال حسابه فيسبوك الموثق. هذا الشخص يدعى ملا علي كردستاني وهو من كردستان العراق، ويدعي بأنه شيخ ودكتور يعالج كل الأمراض بالطب النبوي وبيشفي الناس فورا. وهنا قمنا بعملية البحث عنه، وتبين أنه هذا شخص يدعم الاحتلال الإسرائيلي من خلال حسابه فيسبوك الموثق. والغريب أنه الفيسبوك موثق حسابه على أساس أنه طبيب، وكمان يوتيوب. يا ريحة ستي، هذا الكائن تم لحقته قانونيا من عدة دول بتهمة الدجل والاحتيال، لكنه لا يزال يتلقى البين دول العالم في محاولة منه أنه يبني جماهيرية ويكسب رمزية، وفعلا كثير صدقوه. أما الآن هو بحاول يقتحم عالم التيك توك من خلال بثوث المشاهير وبس هيك. والباقي عندكم. أيوة ألو، شو أكل؟ مش معقول.